السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، تحياتي إليكم إخواني أينما كنتم جميعا. اليوم هو يوم الأحد 3 جوان 2018، رانا صايمين 18 يومين المفروض من رمضان. كل سنة أنتم طيبين، كل سنة أنتم بخير. في هذه المرحلة من السنة الكثير من الأصدقاء وخاصة المبتدئين منهم يتساءلون عن حاجز الملكات، متى يحين وقت استخدامه، طريقة استخدامه، فوائده يعني إيجابياته وسلبياته. أنا نتكلم نحاول وما توفيقي إلا بالله، نحاول نتكلم في هذا العدد أو ربما في عددين أو 3 أعداد القادمة أيضا عن حاجز الملكات، ونتكلم بصفة عامة، نحاول نجمع كل التساؤلات فيما يخص سلبياته، فيما يخص إيجابياته، فيما يخص طريقة التعامل معه ووقت استخدامه. عموما الكثير من الأصدقاء يعتقدون، وهذا خطأ، يعتقدون أن حاجز الملكات هو الحل السحري الذي من شأنه أن يجعل الخلايا تعطينا كمية عسل كبيرة وخيالية ووافرة، وهذا خطأ كما أشرت سابقا، لأنه قد يكون سلاح ذو حدين في دون أن نشعر. ولكن قبل ذلك، حاجز الملكات هذا هو عبارة عن اختراع اخترعه الإنسان، والهدف منه أنه يسمح فقط للنحلات الشغالات بالمرور من خلال الفتحات الموجودة فيه، ويمنع الملكة من المرور عبر هذه الفتحات نظرا لكبر حجمها الذي لا يتناسب تماما مع مقاسات هذه الفتحات. هذا هو المبدأ وهذا هو الأساس. نحن نقوم باستخدام هذا الحاجز في فترات معينة من السنة قبل موسم الفيض بمدة ربما 20 يوم 21 يوم هكذا، بغرض أننا نمنع الملكة من الصعود إلى الأعلى، من الصعود إلى العاصلة ووضع البيض فيها عفوا. فيقوم النحل بدل العناية والرعاية باليرقات، فيجد نفسه مضطر إلى تخزين العسل في العاصلة طبعا. ولكن هناك بعض الاحتياطات وبعض الملاحظات يجب على الإنسان أن يأخذها بعين الاعتبار. أول حاجة، أنت لما تضع حاجز الملكات وتكون عندك حضنة في العاصلة، يعني بطبيعة الحال أنت راح تنزل الملكة تاعك، راح تنزلها لصندوق التربية، ثم تضع الحاجز هنا بين الصندوقين، وهنا تكون الحضانة. لابد بل ضروري جدا أنك بعد 3 أيام أو 4 أيام من وضع الحاجز الملكي أن تقوم بمراقبة العاصلة، لأنه الملكة لما تصبح غير قادرة للصعود إلى الأعلى، فرائحتها أو فرمون الملكة راح يصبح ناقص جدا في العاصلة، فيتوهم النحل أن الملكة قد ماتت أو غابت لأي سبب من الأسباب، فيقوم بتربية اليرقات هنا في العاصلة، يقوم بتربية تربية ملكات، تربية صناعة بيوت ملكية بغرض إنتاج ملكة جديدة. هذه الملكة هنا قد بعد خروجها قد يحدث تطريد في الخلية وتنهار الخلية وهي في أوج قوتها وفي موسم الفيض، وهذا غير مقبول تماما في عالم تربية النحل. هذا ممكن، هذه النقطة الأولى نشير إليها، يعني بعد وضع حاجز الملكات يجب على النحال مراقبة البيوت الملكية وإعدامها حتى لا يحدث التطريد. النقطة الثانية، قبل وضع حاجز الملكات لما نفتح الخلية تاعنا ونراقبها في المراقبة الدورية، فنجد أن العاصلة مليئة بالنحل ومكتظة بالحياة، يعني الإطار لما تنظر إلى الإطارات بالنظرة علوية هكذا، تجد أن الخلية تضج بالحياة وتحس أن الإطارات النحل مهتم بها ومنظفها، وتجد أن لونها أبيض ناصع نظرا لأن النحل يصعد إليها بكثرة، هناك حضنة، هناك عسل، هناك حبوب لقاح، فهذه الحيوية هذه تنعكس تماما
بشكل إيجابي على شكل وعلى منظر الإطارات. هذا قلنا قبل وضع الحاجز، ولكن بعد وضع الحاجز صعود النحل إلى الأعلى يصبح أقل من ذي قبل، يصبح أقل لأن الحاجز مهما كان حتى ولو الفتحات تاعه تساعد النحل على العبور، إلا أنه يعتبر عائق للنحل. فعدد النحل الذي يصعد يوميا إلى العاسلة يصبح أقل من ذي قبل، وهذا ينعكس على نظارة الإطارات وعلى رونقها وعلى جمالها. يعني لما تفتح العاسلة وتنظر إليها نظرة علوية، فهذا يترك في نفسك انطباع بأن هناك خلل، هناك نقص في عدد النحل في العاسلة، هناك يعني نقص للحياة في الخلية في العاسلة، وهذا بسبب الحاجز الذي يعيق سلاسة وانسياب النحل يعني بين صندوق الحضانة والصندوق والعاسلة. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة أيضا، حاجز الملكة لا يؤثر فقط على الملكة ولا يحجز الملكة فقط، وإنما يحجز الذكور أيضا، نظرا لأنها أكبر من الملكة وأكبر من النحلة الشغالة. فالذكور أنت لما ترفع إطارات النحل إلى العاسلة ثم تضع حاجز الملكات، هناك بعض الذكور ستبقى محجوزة هنا في العاسلة ولا تستطيع النزول إلى صندوق الحضانة والخروج خارجا إلى الطبيعة، وهذا مشكل. قد تنفق هذه الذكور، قد تموت، قليل يعني نادرا ما تموت، ولكن أنا أقول قد تموت. تلاحظ بعد فتح الخلية تاعك لما ترفع الغطاء، فالذكور تخرج تندفع بشكل قوي جدا من فتحة الغذاية، لما ترى النور أو ضوء الشمس يدخل من فتحة الغذاية، فالذكور هذه تنطلق في جو السماء، تصدر صوت هكذا مثل طنين عالي الصوت، وهذا يدل على أنها كانت محجوزة في العاسلة وكانت محصورة، كانت بحاجة إلى الخروج، إلى الطيران، إلى رمي الفضلات. وهذه نقطة أيضا من النقاط التي سنلاحظها بعد وضعنا لحاجز الملكات. هناك نقطة أخرى وحدثت مع الكثير من الأصدقاء، وللأسف أنا لم أقدرش نوثقها، ما قدرش نصورها في فيديو، ولكن حدثت مع الكثير من الأصدقاء وهي واقعة صحيحة 100%، حيث أنه النحال المبتدئ، وهو مبتدئ هذا الصديق الذي أتكلم عنه، لما وضع حاجز الملكات خطأ رفع الملكة هنا في العاسلة، رفع الملكة في العاسلة دون أن ينتبه، لأن النحل كان فيه كثافة كبيرة والملكة غير معلمة، فلم يجدها ولم يقم بنفض الإطارات فحجز الملكة هنا في العاسلة. النحل ماذا فعل؟ النحل المتواجد هنا في صندوق الحضانة شعر باليتم، فقام بتربية ملكة، وفعلا الملكة هذه نجحت وخرجت إلى الخارج وقامت تلقحت بنجاح، ثم عادت لتضع البيض هنا في صندوق الحضانة. احنا بعد مدة، بعد شهر تقريبا من وضع حاجز الملكات، أتينا إلى خليتنا لكي نقوم بمراقبتها، فتفاجأنا أنه يوجد في العاسلة، يوجد حضانة، يوجد بيض يعني تضج بالحياة بشكل ممتاز. فجزمنا يقينا أن الملكة موجودة في الأسفل، والنحل سيقوم بالتأكيد بتخزين العسل في الأسفل. لما رفعنا العاسلة، رفعنا حاجز الملكات، تفاجأنا أنه يوجد حضانة أيضا في صندوق الحضانة. فكان أول فرضية أنه يوجد عاهة أو ثقب أو كسر في حاجز الملكات، وبالتالي الحاجز سمح للملكة بالصعود والنزول بكل حرية بين الصندوقين. ولكن بعد الفحص الدقيق والمتأني اكتشفنا أنه هناك ملكتين، واحدة هنا في العاسلة وواحدة في صندوق الحضانة، كل الملكتين ملقحتين وتقومان بوضع البيض بشكل عادي، وكان يعني أصبحت الخلية جدا مزدحمة بالحضانة على حساب العسل، ما صبنا فيها يعني ولا قطرة عسل. هذه نقطة رابعة ربما أو خامسة،
سنلاحظها بسبب وضع حجز الملكات. ربما أيضا النحل لو كان يقوم بالبناء، لو كان يبني الشمع بشكل عادي، أنت لما تضع له حاجز الملكات أقول ممكن جدا، ممكن جدا في العاسلة وتيرة البناء تكون قليلة جدا أو ربما حتى تتوقف تماما. النحل كله يميل إلى البناء هنا في صندوق الحضانة، يقوم ب يعني الإطارات تصبح خشنة نوعا ما، خاصة في جهتها العلوية تصبح خشنة بيضاء اللون ومليئة بالعسل. النحل يعني تركيزه في العمل كله يكون متوجه هنا لصندوق التربية. هذه عموما بعض الملاحظات التي ممكن للنحال أنه يلاحظها بعد وضعه لحاجز الملكات. طبعا الملاحظات هذه مش ممكن تكون كلها مع بعض، ممكن تلاحظ منها واحدة أو ملاحظتين، يعني احتمال قليل أنك تلاحظ كل هذه الملاحظات التي أشرت إليها سابقا. ولكن نعود إلى النقطة الأولى التي أثرتها في بداية الفيديو، أنه هناك الكثير من الناس يعتقدون أنه حاجز الملكات هو الحل السحري لإنتاج كمية وافرة من العسل، وهذا خطأ، لأنه هناك عدة اعتبارات ولشتى الظروف ولشتى الملابسات نقول أن هذا الكلام خاطئ، أنه هو الحل السحري. لا، هناك اعتبارات تعود إلى الطبيعة المحيطة بالمنحل تاعك، يعني هل هي طبيعة معطاءة، هل فيها زهر، هل فيها أشجار، هل هي قريبة يعني مصادر الغذاء، هل هي قريبة من منحلك، هل هي بعيدة، هذه هنا تؤخذ بعين الاعتبار. وهناك أيضا اعتبار آخر أو نقطة ثانية، وهو نوع النحل الذي تربيه أنت. إذا كان نحلك جماع للعسل، إذا كان نحلك غير جماع أو ليس جماع للعسل، إذا كان نحلك من النوع الذي يتقبل حاجز الملكات، إذا كان نحلك من النوع الذي لا يتقبل، هذه كلها نقاط يجب الإشارة إليها. ولكن أنا باختصار وحسب اعتقادي أو حسب نظرتي القاصرة، فأعتقد أنك لو تستثمر في تربية سلالات جيدة من النحل، تقوم باستخلاصها وبمتابعتها خلال 3 أو 4 أو 5 سنوات من التربية، تنتج سلالة جيدة خاصة بك، خاصة بمنحلك، سلالة هادئة مقاومة للأمراض، شغالة بشكل ممتاز. أعتقد أن هذا أفضل من أي إجراء آخر تقوم به من أجل إنتاج العسل، لأن النحل كما أشرت في عدد سابق ربما العام الماضي، النحل العسل لا يجمعه من أجلي ولا من أجلك ولا من أجل أي أحد في الدنيا. النحل يقوم بجمع العسل من أجله ومن أجل تلبية حاجاته خلال فترات الشدة، فترات الأزمة، الشتاء والخريف. لذلك فهو غريزيا يقوم بالاتجاه إلى جمع العسل متى ما توفر له ذلك، وخاصة في فصل الصيف عندما تزهر بعض النباتات مثلا الشوكيات والسدر والأوكاليبتوس أو الكاليتوس كما نسميه بدارجتنا هنا في الجزائر. هو يتجه غريزيا إلى جمع العسل، لا يحتاج لا إلى حاجز ولا إلى غيره. صحيح لا ننكر أنه في بعض الظروف وربما في 50% من الحالات حاجز الملكات يعطي نتائج جيدة، هذا لا ننكره وسنشير إليه في العدد القادم أو اللي بعده إن شاء الله. ولكن أنا دائما يعني أحتج بنقطة وهي تدعو إلى التأمل. أنا أقول قبل حاجز الملكات كيف كان الناس يجنون العسل؟ يعني قبل اختراع هذا الحاجز، هل الخلية ما كانش تعطينا عسل؟ هل النحالون ما كانوش يجمعوا العسل من خلايا تاعهم؟ لا، كانوا يجمعوا عسل وكميات وافرة جدا، ربما كميات خيالية، وهذا يدل على أن النحل يجمع العسل بالغريزة وليس بحاجز الملكات. طبعا هناك أيضا مثال آخر، الخلايا البلدية أو الخلايا القديمة التي كنا نربي فيها النحل بطريقة تقليدية، هذه الخلايا لم نكن نستطيع أن نثبت لها حاجز الملكات، ورغم ذلك كنا نجمع منها العسل، وعسل ما شاء الله بكمية وافرة. هذا أيضا يدل على أن الحاجز ليس هو الحل السحري. عموما دائما الاستثمار في النحل أفضل من الاستثمار في حاجز الملكات. ربي سلالات جيدة، سلالات منتجة، وهذا هو الحل السحري.
إن شاء الله نكون ما طولش عليكم في هذه الدردشة هذه، واسمحوا لي لأنه ربما أطلت في الكلام ورمضان ممكن راه غالبني اليوم. إن شاء الله ربي يتقبل منا ومنكم الطاعات والصيام، وإن شاء الله في ميزان حسناتكم يا ربي. وهذه دعوة مني، ربما أنا من القلائل الذين يدعون إلى هذه عمل اللايكات والبارتاج شير للقناة، ولكن مؤخرا لاحظنا أنه على الرغم أننا رانا 14,000 ما شاء الله، العائلة تاعنا صبحت 14,000 مشترك في القناة، إلا أنه مؤخرا الحركية شفناها أنها ناقصة تماما في هذه الأيام. مش عارف إذا كان بسبب رمضان ودوخة الصيام أو لأسباب أخرى، لذلك فأنا أدعو جميع الأصدقاء والمتتبعين، كل العائلة تاعنا، عائلة قناة تربية النحل، أدعوهم إلى اللايكات والجرس وهذوك ما نشعرك في سموهم والبارتاج شير، من أجل أن القناة تاعنا تصبح بإذن الله رقم واحد في الدول العربية، قناة رقم واحد المتخصصة في تربية النحل. هذا كله بفضل الله عز وجل، وبفضل دعمكم، وبفضل وفائكم وثقتكم في الخلية ثقتكم في القناة. المهم إخواني ما نطولش عليكم، الحمد لله أنكم راكم بخير، ونتلاقاو في أعداد قادمة. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سلام.